بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم دكتور سهير العجمي، هكلمكم في التمريض الباطني والجراحي ميديكال سيرجيكال اوف نورسينج، اولى تمريض عام، وهنبدأ بالوحده اللي هي يونت 5. يونت 5 بتتكلم على نورسينج مانجمنت اوف نيورولوجيكال ديس اوردر، المشاكل اللي بتحصل في الجهاز العصبي والنورسينج مانجمنت اللي انا هبتدي اعملها. قبل ما ابدا في الجهاز العصبي هتكلم على جزء اناتومي. جزء اناتومي بيتكلم الجهاز العصبي فيه تو بورت، في سنترال وفي بريفرال. السنترال زي ما انا شايفه في الرسمه، عندي السباينال كورد بيلف حوالين البرين، وحوالين السباينال كورد بيبتدي في حاجه اسمها السريبرو سباينال فلويد اللي هو السائل الشوكي. وعندي البريفرال بيتقسم جزئين، في البريفرال النورف اللي بتخرج من الهيد من الراس، عندي بالنسبه لي 12 زوج. ال 12 زوج دول اشهرهم عندي اللي هو العصب السابع، في العصب اللي هو الحائر الفيجوس نيرف، العصب العاشر، وده بيمشي بيغذي لي كل الفيسترال الاحشاء. بعد كده بالنسبه للبريفرال بتتقسم بقى، بكمل بقيه البريفرال الابر واللور لام. هاخد اول مرض بالنسبه لي من الجهاز العصبي، هاخد السيزرز. السيزرز اللي هي عندي اسمها epileptic seizures، ودواء اللي هي ايه التشنجات. بيبتدي يحصل فيها physical finding or change in behavior، تغيرات في السلوك، caused by السبب uncontrolled electrical discharge، شحنه زياده ما بقدرش اتحكم فيها، from nervous cell من الخلايا العصبيه. الخلايا العصبيه اللي هي جايه منين؟ من السيريبرال كورتكس اللي هي قشره المخ. اند اور كاركترايزد باي، تيجي يشتكي او بتبتدي تتوصف بيه صدم، بتيجي فجاه. بريف اتاك اوف altered consciousness، بتبتدي تاثر على الكونشس، بتبتدي تاثر على الموتور اكتيفيتي. اقف عند الحته دي، موتور اكتيفيتي بيحصل فيها ايه؟ بيحصل ان انا اول حاجه بيحصل حاجه اسمها تونيك، الجسم كل العضلات بتبتدي تتشد، بيتبعها على طول حاجه اسمها كلونيك، العضلات كلها بترتخي. في حاجه اسمها بتطلع بقى من بق العين اسمها اورا اللي هي الرغاوي او البلغم، الرغاوي اللي هي بتخرج من بق المريض. بعد كده بيبتدي يشتكي من انكونتيننس، يا اما في الاستول يا اما في اليورين، وبيأفكت كمان سنسوري اللي هي الحواس. السيزورس ودي بسميها اللي هي ايه كونفالشن اللي هي التشنجات. ايه الكوزس بتاعه السيزورس؟ عندي هيد انجري، برين تيومر، ودي في حاجات منها بتبقى مؤقته، مجرد ما انا بعالجها بتبتدي ايه السيزورس ان هي تروح. ليدنج بويزنينج نتيجه سموم، مال ديفلوبمنت اوف ذا برين، او جيناتيك نتيجه جينات، انفكشوس إلنس او فيفر، الكحول ويزدرول، مجرد ما انا بشيل السبب اللي هو مثلا زي الكحول يبتدي ايه السيزورس تروح. برين انفكشن such as meningitis، ودواء بيجي الافكت او بيبتدي ياثر في السيريبرو سباينال فلويد اللي هو سائل النخاع الشوكي، بيجي له فيه انفلاميشن. دراج ويزدرول انسحاب من العلاج، وخصوصا لو البيشن ادكت. وان الكترولايت امبالانس، واحنا اتكلمنا في اول باب على الالكترولايتس، اتكلمنا على الصوديوم بوتاسيوم كالسيوم مغنيسيوم، كل ده بيحصل فيه امبالانس فبيبتدي يؤدي الى السيزرز. السامبتومز اللي بتبان على البيشن، تانجلينج سنسيشن، بريف ستارينج بيرسبشن، بيبتدي انيوجوال سميل والتوست، دايما يقول احنا بنشم ريحه حاجه. تويتشنج ماسلز، بيبتدي يحصل كونفولشن في الماسلز، كونفولشن موفمنت، كونفيوزد، بيبتدي الاكسجين يقل فبيبتدي يبقى كونفيوزد مدروخ او تايه. فير وانكزايتي، خايف، تشينج ان اويرنس، ما بيبقاش حاسس او مش مركز، لوس اوف اي كونشسنس. النورسينج كير اللي هعملها للبيشنت اللي هو في سيزرز، تريتمنت ديبند اون ذا كوز، طبعا لو عالجت السبب زي ما احنا قلنا كده في حاجات مؤقته زي مثلا ايه الفيفر، لو عالجتها يبقى هتبتدي ايه تروح، لو ما اتعالجتش لا ده هيخش بقى في كومبليكيشن اللي هي بعد كده الابيلابسي. تريتمنت كونسيست اوف انتي كونفالسنت، بنجي انتي كونفالسنت ثيرابي، ودواء بيبتدي يقلل ريديوس نمبر اوف فيوتشر سيزرز، بيقلل النوبات بعد كده في المستقبل ان هي تبتدي ايه تقل العدد بتاعها. من ضمن الحاجه اللي بديها الميديكيشن سيرجري، لو في برين تيومر، في ابنورماليتي، ممكن ادخل العيان اوبريشن ويبتدي يروح بعد العمليه على طول، ابتدي اعمل اوبزرفيشن والاحظ اللي هو حصلت فيه تشينج، راحت السيزرز ولا لا.
نيرف ستيمولاي وابيكل دايت سبيشال دايت بالنسبه للبيشنت. وانا قلت قبل كده السبيشال دايت دايما بدي اللي هي انتي اوكسيدنت مضادات للاكسده اللي هي فيتامين كي واي ودي واي. كير ديورينج سيزر اثناء النوبه نفسها هعمل ايه للبيشنت؟ اول حاجه بعملها ان انا هبتدي كول الامبولانس وانا عندي الرقم بتاعي اللي هو ايه 123 prevent from falling or injury بمنعه ان هو يبتدي ايه يقع. طب افرض وقع مثلا البيشن قدامي يبقى هسيبه زي ما هو وابتدي ميك اواي فروم فرنيتشر هبعده عن الاساس لو او اي اوبجكتيف ممكن تبتدي تاثر فيه. البوزيشن دايما هبتدي اجيبه على وان سايد تو افويد اسبريشن زي ما احنا قلنا من ضمن الكومبليكيشن اللي هي بتحصل او الفيتس نفسها وهي بتبتدي تحصل ان بيطلع حاجه اسمها القوره، فانا القوره دي اخاف ان هو يبلعها ويبتدي يعمل له اسبريشن ويبتدي ياثر عليه. Don't put anything into the person mouth. ما بتديش حطش اي حاجة ببق المريض لان هنا مع كثرة convulsion ممكن يبتدي يعمل ايه complication. Care after seizures. اهم حاجة بقى after seizures على طول check the person for injury وبتأكد من الـ airway وفي نفس الوقت clear airway او saliva و loose tight clothes هبتدي افك لو في اي ملابس ضيقة. وانا اصلا من الاول البيشن اللي هو في سيزورس او في الابيلبسي هقول للبيشن نفسه المفروض الملابس بتاعته ولا يبتدي يلبس سكورف ولا تايت نيك اللي هي الجرافطة ولا كل دول ان ايه بيبتدي لو جات له الاتاك عشان ما يبتديش يحصل له كومبليكيشن. Provide them with safe هبتدي احسسه بالامان وكمفورت. Don't offer them anything to eat مش هديله اي حاجة ولا ياكلها ولا يبتدي يشربها لغاية ما يوصل معايا الفول كونشوس ان هو يبتدي يبقى واعي. لو البيشن take several minutes to become fully alert هبتدي ايه be able to answer questions هبتدي ايه اشوف البيشن لو اي سؤال هبتدي اجاوب له عليه. عندي الابيلبسي لو انا معالجتش البيشن او لو انا الكوزس بتاعته زي هيرديتري وراثه او كده ممكن بقى يبتدي يفضل الابيليبسي معايا ودوا بيكون disorder of the brain defined by any of the following condition بتبقى at least اللي هي بتاخد معايا occurring more than 24 hours. Probability of further seizures similar to general recurrence risk بتبتدي بقى يحصل اكتر من مره وبتبقى after 2 seizures. خلصت الابيلبسي وخلصت السيزرز هبتدي اخش على مرض موجود عندي بيحصل للبيشن اسمه ستروك. ستروك اللي هي السكتة الدماغية وانا كنت بتكلم على الشرايين بتاعت الجسم وفانا الشرايين بتاعت الجسم ادقهم اللي هو ايه شرايين المخ وطبعا الشرايين التاجية بتاعت القلب. بيحصل ايه للبيشن؟ بيحصل له حاجتين نتيجة complication من الهايبرتنشن. ممكن يحصل للارتري اللي في البرين يا اما obstruction تبتدي تتسد ودي بتتسد بكلوت اللي هي الجلطة يا اما يحصل لها رابتشر ان هي تفرقع وده هناخده من التعريف بتاعة الاستروك اللي هي السكتة الدماغية. Sometimes called brain attack بيبقى اسمها brain attack occur when clot block the blood supply يا اما بتسد الشرايين to the brain او or when blood vessels in the brain is pressed اللي هي rupture او ممكن تفرقع فانا عشان كده هاخد منهم ايه التايبس بتاعت الستروك. ايه التايبس بقى بتاعت الستروك؟ اسكيميك ستروك. اسكيميك ستروك ودي بالنسبة لي ان بيحصل reduction او blockage of blood supply to the brain ودي بتبقى حالة بطنة وانا كل اللي انا بشتغل بيه ان انا هبتدي ادي للمريض anticoagulant اللي هي مضادات للايه للجلطات بالنسبة للبيشن. عندي التايبس التاني اللي هو هيموراجيك ستروك. هيموراجيك ستروك اللي انا قلت ممكن يحصل فيه رابتشر ودي تبقى حالة جراحة ودي دايما بتبقى كومبليكيشن بتاعة الهايبرتنشن. دي بالنسبة للبيشن هيبتدي يخش لي عمليات ويبتدي من ضمن الحاجة ان الدكتور بيعمل ريبير للارتري في نفس الوقت دي بيحصل لها ممكن يحصل له كومبليكيشن. اللي عنده ستروك ايه الساين والسيمبتومز اللي بتبتدي تبان على المريض؟ سادن نمنس فجأة يصحى من النوم يقول ده انا عندي تنميل. Weakness of the face ضعف في الفيس والارم واللج. Sudden confused فجأة ألاقيه ان هو بقى confused مشوش. Trouble speaking مش عارف يتكلم. Or understanding other مش عارف الناس اللي حواليه. Sudden trouble seeing in one or both eyes فجأة يعين واحدة يا العينين ما يبقاش شايف بيهم. Sudden dizziness فجأة كله sudden دوخة
trouble walking مش عارف يمشي, loss of balance ما عندوش توازن, sudden severe headache عنده صداع unknown cause مش عارف ايه السبب. ايه البريفنشن بتاعت الاستروك؟ ودي افضل طبعا ما يجي المرض, healthy diet. healthy diet وانا قلت دايما healthy diet بيبقى انتي اوكسيدنت اللي هي مضادات للأكسدة. من تاني healthy weight يبتدي يظبط الوزن بتاعه, be physical activity ودي من ضمن الحاجات اللي هي بتعمل prevention, don't smoke و limit alcohol use. الانترفنشن بتاعت الاستروك طبعا الاستروك زيها زي الفراكتشر زي البورن, في حاجات كتير جدا كده من ضمن الامرجنسي لازم ببدأ ان emergency بعمل مونيتور ايرواي, هبتدي اشوف الايرواي اللي هو ABC airway breathing and circulation, have airway equipment بجهز الادوات, monitor هبتدي اتابع respiration لو في اي compression اللي هي بي, وبعمل initiate للاكسجين حد الاكسجين, ودايما لما بدي الاكسجين بيبقى humidifier اللي هو بيكون رطب. After that establish intravenous, هبتدي ادي الانتروفينس, وانا بدي الانتروفينس اخد بالي ان انا عاملة intake و output short. هعمل مونيتور للفيتال ساينس ونيورولوجيكال ديفاسيت اللي هو من خلال جلاسكو كوما سكيل مقياس جلاسكو, بدي اكسجين ساتوريشن وبشوف كاردياك ريزم. بوزيشن بتاع البيشنت دايما بيكون هنا عندي في حالات الاستروك حتى لو كوماتوز اليفيتد 30 ديجري تو ديكريز ريسك اوف اسبيريشن, بقلل بزوق بخلي البيشن على درجة 30 درجة البوزيشن بتاعه, وده عندي لسببين, decrease risk of aspiration عشان ما يبلحش حاجة, وانهانس venous return عشان اخلي الدم يبتدي يرجع للقلب. perform an emergency computerized, لا ده انا هعمله بقى ابتدي اعمله CT وابتدي اتابع الحالة. monitor blood pressure, هبتدي اتابع الضغط, تريد جلوكوز هاير زين, لو السكر اعلى نسبة الجلوكوز اعلى من 150 يبقى elevated هبتدي اعمل لها مونيتور وابتدي اتابعها, وبتابع طبعا تريد التمبريتشر لان انا من ضمن الكوزس قلنا ممكن يبتدي من ضمن الكوزس اصلا التمبريتشر ممكن تكون هتبتدي تعمل مشكلة. بعد كده حدي اللي هو انافلاكتيك رياكشن, هبتدي اشوف بالنسبة للعلاجات. اكمل الانترفينشن, كنت بتكلم على الجزء الانترفينشن على في حالات الامرجنسي. After that بتبقى stroke clinical manifestation, هبتدي في الانترفينشن نشوف clinical manifestation, neurological and medical examination, lab investigation, radiographic evaluation هعمل التشخيص, و acute pharmacological management اشوف العلاج و anti-thrombotic therapy. خلصت ديزيز, اروح بدأ في الديزيز اللي بعديه. يبقى انا كده كنت بتكلم على الستروك, دلوقتي هتكلم على حاجة اسمها المينينجايتس اللي هو التهاب السحائي. فين السائل السحائي؟ بيلف زي ما احنا قلنا حوالين الراس حوالين الحبل الشوكي, وبينزل في العمود الفقري حوالين الحبل الشوكي. An inflammation of the meninges, the covering of the brain and the spinal cord. بيحصل التهاب في المنجيس اللي هي بتغطي حوالين البرين والسبينال كورد. Meningitis can be used by, caused by, ممكن يكون سببه اما فيروس يا اما بكتيريا. السيمبتومز اللي هتبان على البيشن اللي هو عنده منينجايتس, early symptoms include fever, headache زيادة درجة الحرارة, headache, backache وجع في الظهر, fatigue و sleepiness بينام كتير. later انا عندي هنا هقسم السيمبتومز يا اما early يا اما later. later nausea vomiting, confused, مهم عندي دي stiff neck, الاقي عندي تيبس في الرقبة, sensitivity to light وعنده حساسية بالنسبة للضوء. ايه التريتمنت بتاعت المينينجايتس؟ انا قلت الكوزس يا اما فيروس يا اما بكتيريا, فهعالج الكوزس اول حاجة. بس قبل ما اعالج الكوزس هبتدي اخد كالتشر وابتدي اشوف نوع الفيروس يا نوع البكتيريا. يبقى بكتيريال اند فيروس كان بي تريتد ان ذا هوسبيتال. No medication to fight the germ that cause viral meningitis. مفيش علاج معين بيعالج, لكن انا هعالج الاسباب وفي نفس الوقت هبتدي اعمل rest وودي فلويد واشوف الفيفر واعمل reduce للside effect بتاعت المديكيشن. التريتمنت بتاعت المينينجايتس, types of treatment زي ما احنا قلنا depend on causes of meningitis. Treat with medicine. Additional ممكن ابتدي ادي البيشنت فنتليتور, لو عنده كومبليكيشن ممكن تحصل بالنسبه للكيدني هعمل دياليسيس بالنسبه للبيشنت اللي هو عنده مينينجايتس. كده خلصت الباب اللي هو بتاع النيورو,
وانا في النيورو اتكلمت على الاناتومي، بعد كده اتكلمت على السيزرز، اتكلمت على الابلبسي، اتكلمت على الستروك اللي هي السكتة الدماغية، واخر حاجة اتكلمت على المينينجايتس.